بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في انطلاقات هذا الصباح في هذا اليوم مع انطلاقة أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ في بداية هذا اللقاء. ترحيبنا بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الحاضر أبو سعيد لمتابعة انطلاقات سباق هذا الصباح الجميل في انطلاقات ميدان الشحانية. فأهلا وسهلا بأصحاب السمو الشيوخ، وأهلا بالجميع، فأهلا بكل من حضر في منافسات التحدي ومنافسات الخطر هذه الانطلاقات الصباحية. نهني الجميع وجميع الفائزين في انطلاقات هذا اليوم، هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الشحانية، أكيد بلا شك جميعا فائزين بمتابعة هذه الشعارات وبمتابعة الكل في انطلاقات الصباح. أعود إلى البداية وأسير إلى مقدمة الشوط لنقترب من صدارة الشوط ونواجه هذه الشعارات بمواجهة المتابعة القوية بين الأخوة المضمرين. أعود إلى البداية حفلنا الكريم وإلى مقدمة الشوط حيث هجن العاصفة، حيث هجن العاصفة. هذه مشاهدين الأعزاء من خلال تقدم وهاج لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. أما المركز الثاني فيتواجد من الجانب الآخر في هذه اللحظات سلود لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان المضمر، والمتابع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع. أما المركز الثالث فوصل في هذه اللحظات الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود الثاني يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع، المركز الرابع وصل مهوب، وصل خذ المركز الرابع مهول. تعود ملكيته لهجن العاصفة وتضميره وتدريبه إلى المضمر غياث الهلالي. أما المركز الخامس، المركز الخامس هنا وصل في هذه اللحظات حفلنا الكريم المنتحر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي في التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة في هذا الملتقى، في هذا الناموس حتى هذه اللحظات. بداية مؤشرات الصباح مشاهدينا الكرام مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ في منافسات الفترة الصباحية. سن المفاجآت، سن اللقاية الذي يبحث عنه الجميع، والعيون تراقب ماذا يدور في كل أشواط الفترة الصباحية إلى انتظار فترة المساء، وترقب كبير لكل المتابعين. لكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى سلود لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، لا زال محتفظا بالمركز الأول مع المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. أما المركز الثاني فيتقدم من الجانب الآخر الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني، هو الآن المتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث فيتقدم هو وهاج من هجن العاصفة، يتوهج في انطلاقات الصباح مع المضمر غياث الهلالي، يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع وصل شعار هجن الشحانية، وصل الآن عز الجيش يحتل المركز الثالث بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يتقدم إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس ويأتي مهول من هجن العاصفة، ويأتي المضمر غياث الهلالي في هذه الانطلاقات في هذه اللقاءات. أما خلف الخمسة فهناك أسماء كفيلة بتغيير ناموس ونتيجة هذا الشوط وتحويلها مباشرة، لكن لازلنا نسير إلى المركز الأول. وهنا المادة الإعلامية لا زالت مع الصدارة، سلود سلود هو المسيطر مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. لكن بدا الان الزحفه 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 من عز الجيش، بدا يتقدم الشعار الادعم مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي مضمر الجزر، يتقدم الى المركز الاول، ينتزع صداره هذا الشوط. ها هو امامكم عز الجيش، بدا يغير مشاهدينا الكرام الى صداره الشوط، الى المقدمه الى المقدمه. اما المركز الثاني فياتي هنا وهاج من هجن العاصفه، من هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي يحتل المركز الثاني.
أمام المركز الثالث. شوف المركز الثالث سلود لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ضمره، لكن الهجمات الواصلة الله يشعر هجني زعبيل بدأ يتدخل. مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات يتسلل إلى المركز الرابع، هنا الذيب 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 واصل الذيب وكن ذيب الذيب، بينما في تضمير المتألق راشد بن محمد بن مروشد هو من يتواجد. هجن الرياسة من الجانب الآخر بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميري يتواجد من الجانب الآخر في انطلاقة هذا الشوط مع مليح، لكن يعود إلى البداية. 1200 على خط النهاية، 1200 والمركز الأول لا يزال عز الجيش، عز الجيش مسيطر لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. يا العملاق يا العملاق، لكن جوه المركز الثاني وصل مليح مع الكيلو الأخير هجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميري، لكن الذيب واصل الذيب لهجن زعبيل يتقدم للمركز الثالث مع المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد، ورابع المراكز هجن الرياسة. هجن الرياسة تقدم مصيحة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، ولكن هجن العاصفة وصلت مع الباز مع الباز هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، لكن الذيب 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 لهجن زعبيل لهجن زعبيل يتقدم المتألق راشد بن محمد بن مروشد. 500 متر الأخير سلام لهجن زعبيل، سلام على هذا الفوز. هنا مشاهدي الاعزاء الذيب 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 هجني زعبيل يتقدم يتقدم في هذه اللحظه، محاولات مصيح ولكن الذيب يهدي التحيه والناموس، والسياره الثالثه في رصيده في هذا الموسم. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مالكي هجني زعبيل، هذه المؤسسه العملاقه اللي تشارك مع المؤسسات العملاقه وتحصد النقاط. وشكرا يا المتألق راشد بن محمد بن مروشد، أسعد الله صباحك أسعد الله صباحك. الناموس لهجن زعبيل على فوز الذيب بالمركز الأول. المركز الثاني مصيح من هجن الرياسة، المركز الثالث يأتي هجن العاصفة، والمركز الرابع يأتي مليح من هجن الرياسة، بينما المركز الخامس هنا شعار هجن الشحانية يتقدم مع مسموح في هذه الانطلاقة. هكذا كانت النتيجة، هكذا هو كان التحدي مشاهدين الأعزاء، ولكن عودة بالتهنية والنتيجة والناموس في مجريات هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم على فوز هجني زعبيل بالمركز الأول، وتقدم الذيب في هذه الانطلاقة حيث حصد ثالث سيارات هذا الموسم مع هذا الشعار، وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد هو من احتل المركز الأول. نشوف التوقيت الزمني اللي أمامكم مشاهدين الأعزاء، 7:33، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وانا لهجن زعبيل وللمضمر المتألق راشد محمد مروشد. المركز الثاني 7:35، 5 أجزاء من الثانية، هو مصيح لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث هجن العاصفة قدمت 7:38، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز لماح لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. بسم الله.